واتس كوكينج مع دلال كنج. اليوم عندنا وصفتين. صباح الخير. هاي ستيفاني، كيفك اليوم؟ طبعا وانت اليوم هيك وصفتين اذا عندنا وقت. اول وحده عامله فته الباميه، احنا معودين على فته الباذنجان والحمص، اليوم حبيت اشتغل بفته الباميه. وصفة الثانية هي المقدوس يلي بدي لوح معه كيل وبصل، شوية من الزيت ودبس الرمان. خلينا هيك ننتقل على أول وصفة. اليوم ما بدي أحط كزبرة، بتعرف نحن وقت نعمل بالبيت بامية بنحط بندورة، كزبرة، بصل، ثوم. اليوم رح من شو حتكون معمولة وصفة؟ بطنجرة على نار بدي احط ملعقتين من زيت الزيتون. اكيد وقت نقول فته نحن عم نحكي ستيفاني على خبز، لبن، طحينه، عصير البندوره، دبس الرمان، سماق، مزبوط يلي بدنا نضيفهم بوصفتنا. لكن اول شيء في عندي بصلتين، خليني اقول او بصله كبيره مقطعه شويبيه، بدي لوحها على نار، بدي ارجع وضع معها شوية من الثوم المفروم، بدي أرجع أضيف معها شوية من البصل الأخضر، البامية هون فيها تكون بامية طازة مثل ما فيها تكون بامية مثلجة، شوية من السماق، دبس الرمان، شوية من عصير البندورة، رب البندورة، أكيد في عندي الخبز المشوي أو المقلي، وفي عندي اللبن يلي بدي أكسره بالطحينة مع الثوم وشوية من عصير الحامض. لكن حطينا البصل شوي بيه، البصل حطينا بطنجرة بصل، بدي ارجع ضيف على وصفتي ثوم مفروم. مثل ما بنعرف انه كل شيء خضرة، كان بروكولي، قرنبيط، بطاطا، لوبيا، بازلا، شو ما كان تطلع وصفتنا طيبة، بدنا نقوي قلبنا ستيفاني بالبصل والثوم يلي بده يعطي نكهة طيبة. بتعرفي فتة البامية هي من أطيب الوصفات. ولا مرة ضيقة بتعرفي؟ فكرة بس حلوة. ما بدي أحط لها كزبرة. أوكي. في احط لها كزبره، يمكن باودر اكثر. في انا اليوم ما راح احط شيء، يعني ما راح احط ابدا كزبره. بدي اغطي وصفتي بالرمان لانه الرمان بيلبق كثير للباميه. لكن حطينا بصل، ثوم، لكن خلينا نرجع نذكر انه اليوم وصفتنا هي فتت البامية يلي بدنا نضيف لها لبن، بدنا نضيف لها خبز، بدنا نضيف شويه من الطحينه، عصير الحامض، بدي اختم وصفتي بالرمان يلي بتعطي نكهه طيبه. من بعد ما حطيت البصل والثوم بدي اضيف شويه من البصل الاخضر يلي بيعطي نكهه كثير طيبه. شو رأيك ستيفاني بهالوقت ننتقل للوصفة الثانية؟ رأيي من رأيك. نحط الحمص البامية ونرجع ننتقل للوصفة الثانية. لما نضيع المشاهدين. لكينا زيت زيتون، هلا بصل. إذا أنا اليوم هيدي الوصفة بدي أحط لها لحمة مفرومة، أنا ما حطيت اليوم نحن هلا بجمعة الصيام، ما حطيت لحمة مفرومة، بس أنا أوقات بعملها مع لحمة مفرومة، شو بعمل؟ بضيف خليني اقول وقيتين من اللحمه المفرومه مع البصل والثوم يلي هلا انا عم بشتغله، يعني تكفي وصفتي باللحمه المفرومه، بس اليوم حبيت اشتغل قاطع. شو بدي اعمل؟ بدي اضيف على وصفتي الباميه. لكن حطينا بصل، ثوم، بصل اخضر، زيت زيتون، وهلا ضفنا الباميه. الباميه هين الحديد هلا. بتعرفي خليني اقول انه الفته هي من اهين الوصفات، يعني هلا الباميه فينا نقلل الباميه كمان، هلا اذا بدي اعملها كثير كثير طيبه بقلل شوي الباميه مثل ما بقلل الباذنجان او بشوي الباميه.
بتعرفي اذا عاملين فتة باذنجان انا تطلع كثير طيبه بقلي الباذنجان، اذا عامله فتة بروكولي فتة قرنبيط بقليهم. هلا اليوم ما بدي اقليهم، بشويهم بالفرن، ما بدي اشويهم بالفرن، بشتغلهم على بالطنجره بس اكيد. كل شيء بنقليه بكون اطيب اكيد. بس هلا انا حانسى شو حكيت لانه بيجيني كثير بعد الحلقات ليش ما بتعملينا شيء لايت ودايت وهيك. بقى انا على طول بقول انه عندهم هن تشويس، يا بيقلوا يا بيشووا. يا بيشووا اكيد، يا بياكلوا كميه صغيره كمان. انا على طول بعمل وصفه كامله، وقتها بدي اكل باكل كميه صغيره، لانه قد ما كانت وصفه الدايت واللايت طيبه اكيد وقت نحط دسم بتكون اطيب. لكن شو بضل عندي؟ بضل عندي حط عصير البندوره كمان. اوكي. شو بدي اعمل ستيفانيا؟ بدي احط ملح بهار ابيض. وبنبلش بالوصفه الثانيه. بنبلش بالوصفه الثانيه، رشه من الملح. بهار ابيض. رشه من البهار الابيض. حاترك الباميه. خليني اختم الوصفه، شو رايك لما نضيع المشاهدين؟ يلا شو بدنا نعمل؟ بدي ضيف لها شويه من السماق، شويه من دبس الرمان. خلينا نضيف سماق شوي، انا بقوي قلبي بالسماق ستيفاني. ايه بتعطي طعمه حموضه كثير طيبه. لكن حطيت سماق، حطيت دبس الرمان، حاترك وصفتي وانتقل للوصفه الثانيه. خلينا نرجع نعيد سريعا. شو عملنا؟ بطنجره حطينا زيت زيتون، حطيت بصله مقطعه شويبير، حطيت بصل اخضر، توم. رجعت ضفت الباميه لانه وصفتي هي الباميه، بس فيها تكون الباذنجان، فيها تكون حيلا شيء عندي بالبيت. رجعت ضفت على وصفه الباميه يلي لوحتهم، في يضيف اللحمه، في يضيف الكزبره، رشه من الملح، رشه من البهار الابيض، سماق، دبس الرمان، وما بدي انسى عصير البندوره. حاترك وصفتي على جنب. شو بضل عندي؟ بضل عندي اترك الباميه ليستوي، قدمهم بيجات، ارجع اوضع عليهم اللبن يلي بدي اكسره بطحينه مع الثوم والحامض، اختم وصفتي بالخبز المقلي او المشوي، وزين بشويه من البقدونس والرمان. حانتقل ستيفاني للوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه هي كمان سهله وسريعه. من شو معموله؟ كمان بطنجره بدي احط ملعقتين من زيت الزيتون، بدي اضيف بصل اخضر جنجر، شويه من البقدونس، عم شوف كيل. كيل بدنا نلوح الكيل، بقدونس، بصل اخضر، جنجر، بدي احط شويه من عصير البندوره، شويه من دبس الرمان يلي عنده كثير دبس الرمان بالبيت، وبدي اختم وصفتي. لكن حبلش بالبصل الاخضر. اوكي. حكفي بالثوم؟ لا بالجنجر. بالجنجر، اوكي. او الثوم، ما عندي جنجر بالبيت، هيدي وصفه بشتغلها كمان مع الثوم، بتطلع كمان طيبه. كيل، ما عندي كيل، اذا عندي سبانخ، روكا، شو ما عندي بالبيت كمان بتطلع طيبه. لكن بصل، جينجر مفروم او مبروش، بدي اضيف الكيل المفروم، اوكي
لكن شو صار عندي؟ صار عندي بصل اخضر، جنجر، كيل او روكا او سبانخ. شو بدي احط على وصفتي؟ بدي احط رشه من الملح، رشه من البهار الابيض. امتى بدنا نحط المقدوس؟ هلا بالكعب كمان بدنا نحط اللي اما فينا نحط الكيل ونغطي وصفتنا بالمقدوس. فينا نشتغل الاثنين. لكن حطيت ملح، بهار ابيض. شو بدي احط على وصفتي؟ دبس الرمان، أوكي. عصير البندوره، شوف الباميه وين صارت، لكن شو بدي احط؟ بدي احط شوية من دبس الرمان. اوكي. تقول شوية، أنا عم بحكي على ملعقة صغيرة. خليني أحط عصير البندورة. بدي أتركها 5 دقايق على النار، حطها بجاط وغطي وصفتي بالمقدوس. بامية عم تستوي كمان، صح؟ يعني ما زدنا مي، ما زدنا مرقه، ما زدنا شيء. بهالطريقه البامية عم تستوي مع البندوره، صوص البندوره. صح. خلينا ننتقل ستيفاني قبل ما نختم، نحكي شوي على هلا شو بدي اعمل. بدي اجيب البامية، بدي احطهم بجار لقدمه، بدي غطي وصفتي بالطحينه المكسوره مع اللبن. انا شخصيا وقت بعمل باميه بكتر الطحينه وبخفف اللبن. يعني اذا عم بحكي على 5 ملاعق من الطحينه، بتحط 3 ملاعق من اللبن، بتحط طعمه الطحينه اقوى. بس نحن هون معودين وقت نقول فته نشتغل باللبن، نشتغل بس باللبن، او فينا نحط ملعقه صغيره. بس انا اليوم بدي انصح كل المشاهدين انه تكون وصفتنا مغطيه بالطحينه اكثر من اللبن، بتكون الطعمه اطيب. شو عندي هون؟ في عندي الطحينه المكسوره بالمي والحامض والثوم. اكيد دقيت شويه من الثوم او حطيت بودره الثوم، كسرت الطحينه بالحامض والمي وضفت لها شويه من البقدونس المفروم. شو بدي اعمل؟ يعني خليني اذا اليوم عم بحكي على نص كبايه من الطحينه، بدي اضيف لهم 3 ملاعق من اللبن. عم بحكي على الطحينه المكسوره بالحامض والمي، بدي اضيف على وصفتي شويه اللبن. من اللبن، ما بدي انسى انه حطيت ملح، حطيت ثوم، شو بدي اعمل؟ بدنا نضيفهم على البامية. على البامية نرجع نحط ال بدي غطي شوية الخبز. لا استفدت الليتيون. اوكي ليتون. فينا نعمل الاثنين يعني، مزبوط. ما في شيء. لكن شو عملت؟ جبت الطحينه يلي كسرتها، لو بدي احط لها لبن مضطره انه اكسرها بالمي والحامض، ضف لها الثوم المدقوق او بودره الثوم يلي كمان تعطي نكهه، وضفت شويه من البقدونس. شو بدي اعمل؟ بدي اجيب دقيقتين، رح سكر الكيل، طفي تحت الكيل. رح طفي تحت البامية ورح بلش صب ستيفاني. Yeah. رح طفي كمان الكيل والمكروس. رح جيب الجار. رح نبلش نعبي. ورح نبلش البرزنتيشن نعبي.
وصفتين كتير هينين. ما بدي اياهم كتير مع صوص. اوكي. لكن دلال نحن رح ناخذ وقفه مشاهدينا ونرجع بنشوفكم بالبرزنتيشن. اها هاي فتت الباميه. شو هالبرزنتيشن دلال؟ هي هول الخبز اللي قليناه هون. في حبة هون ديكور. اوكي. وهون المزيج مع الكيل وغطينا الوصفة بالمكدوس. صح، مكدوس مع الكيل والجنجر وشوية إذا بدك ثوم، بصل أخضر، بصل، عصير بندورة، دبس الرمان، في حط كمان شوية من السماق اللي كمان بيطلعوا طيبين. واشتغلنا هيك بفتة مثل ما قلنا البامية. حتى بتعرفي أنا اليوم نغير شوي، أنا اليوم جبت معي على الام تي في بامية ومكدوس، وقفت بين الاثنين لأنه أنا كثير بعمل أوقات فتة المكدوس اللي هي من أطيب الوصفات، بعدين قلت لا خليني أعمل البامية اللي كمان نجربها. خليني أقول إنه في اليوم شيل البامية ستيفاني واستبدل بالمكدوس. إذا أنا عاملة كثير مكدوس وعندي كثير مكدوس بالبيت بعملهم بزيت الطريقة، حتى فيه أحط لهم شوية من اللحمة يلي بكونوا كثير طيبين، ضيف لهم شوية من الحمص الحب لأنه في ثوم بالمكدوس وهيك. صح، يعني من أطيب الفتات يلي هي كمان فتة المكدوس. أنا بحب المكدوس مع اللبنة كمان. كمان بقى كمان فينا نشتغله مع الفتة ومع اللبنة كمان مثل ما قالت ستيفاني. ثانك يو دلال. ثانك يو لالك. بنشوفك نهار السبت ان الله راح. جمعة العزيمة ما في لايف. مشاهدينا انا بشوفكم الاسبوع الجاي. جويوس باك وما تنسوا البسمة. باي باي.